المال مقابل الصمت، محور محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منهاتن والمتهم فيها ب34 تهمة جنائية. في جديد تطورات المحاكمة، سمع القاضي خوان ميرشن والمحلفون لمحادثة بين ترامب ومحاميه مايكل كوهن الذي سجل المحادثة سرا في سبتمبر من عام 2016. في التسجيل يناقش ترامب مع كوهن دفع أموال لعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغل التي زعمت أنها كانت على علاقة مع ترامب منذ انتشار أخبار العلاقة المزعومة عام 2016، لطالما نفى ترامب وجود هذه العلاقة معها. بحث ترامب مع كوهن دفع 150 ألف دولار للعارضة لعدم الكشف عن هذه العلاقة المزعومة. خلال المحادثة يمكن سماع كوهن يتكلم عن ترتيب إجراءات الدفع مع المدير المالي السابق لمؤسسة ترامب. عارض ترامب سداد المبلغ نقداً، هو أمر رفضه محامي كوهن. انتهت الأمور بدفع المبلغ عبر شركة قامت بدفع 150 ألف دولار كي لا تتحدث عن العلاقة مع ترامب. طبعاً هذه القضية مولود أذهب إليك الآن هي ليست الأشهر في مسألة دفع الأموال لشراء الصمت بالنسبة لترامب. بالتأكيد نادين، ستورمي دانييلز حظيت بشهرة أكبر من العارضة الأخرى عند الكشف عن العلاقة المزعومة، وهذه قصتها. 10 سنوات فصلت بين الواقع المزعومة والكشف عنها في الأيام الأخيرة قبل انتخابات 2016. الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز ادعت أن علاقة حميمية جمعتها مع ترامب عام 2006 عندما كانت زوجته ميلانيا حاملا ببارون ترامب أصغر أبناء الرئيس السابق. ترامب كان رجل أعمال حينها، لكن ما إن ترشح الانتخابات حتى باتت تفتح الملفات القديمة، ربما في محاولة لإزاحته عن السباق الانتخابي. الحل كان بدفع المال لمنع دانييلز من التحدث علانية عن العلاقة القديمة المزعومة، والمبلغ حينها وصل إلى 130 ألف دولار. اليوم تعود هذه المحكمة لتوجيه اتهامات لترامب بشأن هذه العلاقة المزعومة، والتي ربما يصادف أنها تظهر دائما قبل كل انتخابات يترشح فيها ترامب.